مشاهدينا الكرام، للتعليق على الإجراءات الصحية التي تتخذها السلطات في العراق للحد من انتشار فيروس كورونا في ظل تهالك المنظومة الصحية، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب العراقي دكتور إبراهيم سليمان. أهلا بكم دكتور إبراهيم. بداية، صحة البصرة تقول إنها سجلت حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا، مما رفع عدد الوفيات إلى 11 وفاة بالفيروس. إلى أي مدى ترى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة كفيلة بالحد من انتشار الفيروس؟ مساء الخير. لا توجد أي إجراءات كفيلة بالقضاء على فيروس الكورونا من قبل وزارة الصحة، بدليل وزير الصحة يقول أنا طلبت 5 ملايين، طلبت 5 ملايين. أنت ليش تطلب فلوس؟ ليش ما تطلب أدوات وتقول أنا محتاج كيت كيت كيت؟ معلوم صحيح. إجراءات الصحية صفر بالعراق. المستشفيات متهالكة. الوعي الصحي، حتى الوعي الصحي اليوم أنا أخذت جولة من مدينة الثورة إلى الكاظمية، الناس ماشية لزيارة الكاظم، الإمام الكاظم. كل إجراءات ازدحام والمشادات بين رجال الأمن وبين الزوار. يعني ما يفيد، من يقول للزوار ما يفيد هذا. إذا والإجراءات الصحية حتى ما يخالف هذا ينفي. المفروض يكون فرق صحية ترافقهم. ما موجود هذا الشيء، بدليل حتى المستشفيات تفتقر إلى مستلزمات طبية. الحد الأدنى منها ما موجود. دكتور، سلطات الطيران المدني أعلنت تعليق جميع الرحلات الجوية في البلاد، وهو الأمر الذي حدث طبعا بعد ضغط من المتظاهرين. ما الضرر الواقع على العراق من استمرار فتح أجوائه، خاصة أمام المسافرين الإيرانيين؟ هو هذا تأييد الكلامك. اليوم ثلاث طيارات نزلت من إيران مطار بغداد الدولي، موجودة مثبتة. احنا من اول يوم صرخنا اذا تريد تقضي على الوباء سد هذا المجرى اللي يجيك من ايران. احنا كاطباء نعرف من منطقة موبوءة يفترض كل واحد يدخل من المناطق الموبوءة يحجر لمدة اسبوعين. هذا الشيء ما يصير، هذا الشيء ما يصير. يعني الدكتور، عندما تنظر الدولة بحكومتها الى قضية معينة كوباء انتشر في العالم، تنظر له بنظرة سياسية وتتحدث عن نظرية مؤامرة. لماذا تطلبون إغلاق الحدود فقط مع إيران؟ هذه المصطلحات وهذه اللغة التي تتعامل بها السلطات في بغداد، يعني ألم تسبب هي أو ألم تكن مسؤولة أصلا عن دخول وتفشي الفيروس في العراق؟ هذا بالقانون. تتحمل كامل التبعات. شوف، هاي إيران يعني أطلقوا سراح 85,000. اتهمت علي، واحنا عندنا مئات الالوف. سجن الناصريه وسجن التاجي وسجن العقرب، يعني وناس ليس مذنبين. قد يكونون 10% بس 90%، يعني حسد نعمه وغيره والمخبر السري وعرف. الان دا يموتون سوء تغذيه. سوء تغذيه. ليش ما تطلق سراح وخذ عليهم ورقه واجاقه؟ اذا هذا حتى التعامل الصحي ولا هذا تعامل مع الأسف طائفي سياسي. طائفي سياسي. طيب، الحكومة في بغداد فرضت حظرا للتجوال في بغداد والأنبار والبصرة منعا لانتشار فيروس كورونا. هل برأيك هذا الإجراء كافي للحد من انتشار الفيروس مع عدم وجود أي إجراءات وقائية أو صحية مصاحبة؟ أخي، هذا منع التجوال عملية للقضاء على الثوار الموجودين في ساحات الاعتصام بالنجف وبكربلة وببغداد. افتهمت علي؟ اليوم أنا كنت في ساحة التحرير. يعني دول الرجال الأمن الوطني والدنيا، اطلع ترى باشر ممنوع. يعني حتى الخيم والدنيا ممكن يحرقوها. يعني مو لمقاومة فيروس كورونا، وإنما لهدم القوى الوطنية لدول المتظاهرين والشرفاء. طيب، طبعا في المقابل لدينا من المتظاهرين فرض لإجراءات صارمة على المعتصمين، يؤكد ذلك على عدم ظهور أي حالة بين المعتصمين حتى هذا اليوم. طبعا هذا تعامل ووعي موجود داخل ساحات الاعتصام. هل استطاع المتظاهرون أن يحققوا ما لم تستطع الحكومة تحقيقه في الإجراءات الوقائية والحفاظ على ساحات الاعتصام من إصابتها بأي وباء؟ فعلا
هذا تأييد الكلامك. قلت لك اليوم أنا كنت في تحت التحرير. نعم. مع هالشباب الطيب. يعني الناس حتى مشترين صابون وجايين يغسلون إيديهم. يعني كل الإجراءات. حتى هاي الجسم القاصر وما قاصر. نعم. يعني مع العلم أكو تجمعات. أنا قعدت في خيمة فيها أكثر من 40 واحد. نعم. 40 واحد. ما مصابين وعناق وسلام ودنيا وعالمين. أنت الدولة عندهم معي صحي. نعم. جماعة التحرير وجماعة ساعات الاعتصام أكثر وعيا من ما يسمى الحكومة بين هلالين. نعم. كنت معنا عبر الهاتف من بغداد الطبيب العراقي الدكتور إبراهيم سليمان، شكرا جزيلا لك.